إيمان مدني، 30 سنة، ليسانس آداب لغة عربية. والله احنا كان مشروعنا هارفستر، مشروع حصاد نباتات طبية وعطرية. النباتات الطبية والعطرية طبعا هي المادة الخام لتصنيع الأدوية، ده شيء معروف جدا، سواء مثلا أدوية الكحة، البرد، المسكنات، بعض المسكنات. طيب زي ايه مثلا؟ في عندنا نباتات ورقية زي النعناع، الريحان، البردقوش. في عندنا كمان بعض النباتات الزهرية زي اليانسون، الكمون، الكركديه، وفي كمان بعض الحاجات اللي بتستخدم منها بتستخرج منها العطور زي الياسمين والعطر. كل الحاجات دي طبعا مهمة جدا وبتستخدم في التصدير للخارج، يعني معظم النباتات الطبية في مصر اصلا الغرض منها التصدير، ما عدا بعض الحاجات اللي بتستخدم محليا في العطارة وما الى ذلك. انا المهندس محمود جلال، مهندس ميكانيكا، زارع نباتات طبية وعطرية. من اول ما زرعنا وابتدينا نوصل لمرحلة الحصاد كانت مشكلتنا ان العمالة قليلة، مش متوفرة بكمية، ان العمالة سعرها غالي جدا، ان مش منتظمة في الحصاد. يعني الدورة الزراعية عندنا 45 يوم، ممكن اجي انا في ميعاد الحصاد ما الاقيش عمالة موجودة اصلا بمناسبة ان رمضان او اي مناسبات تانية. فمن هنا كانت واجهتنا المشكلة ان 80% من ارباحي في المشروع بتتلخص ما بين العمالة، مرتبات او ايجار العمالة، ومراحل التكفيف وتجهيز المنتج للتصدير. وكمان انا معرض ان انا بطبيعة الحال بجفف المنتج في الارض لمدة 10 ايام، فانا معطل الارض 10 ايام، تمام، من مبدأ دورة زراعية جديدة، ومعرض بقى للتلوث. فانا باجي اصدر أودي لأماكن التصدير، فأفاجأ أن المنتج اترفض من التصدير. ليه؟ لأني تعرض لمبيد أثناء أن أنا بجففه في الأرض، أو تعرض لفطر معين في الطريات فظهرت معايا في التحاليل اترفض، فكمان خسارتي بتبقى مضاعفة أن أنا خسرت أرباحي. فمن هنا فكرنا أن احنا نعمل نشوف التكنولوجيا العالمية وصلت لفين في الحصاد. توصلنا مع أكتر من شركة في ألمانيا وفي إيطاليا وفي كرواتيا ان احنا نستورد منهم المعدات دي، وجينا ان سعر المعدة عشان توصل عندي لمصر بتكلف من 3 مليون ل 5 مليون جنيه، ودي تفوق امكانيات اي مزارع. فقلنا طب احنا ممكن، انا بحكم شغلي كمهندس ميكانيكا ابتديت ادور انا ليه ما احاولش اصنع المعدة دي، ابتديت اجيب المانيوالات بتاعه المعدات، الكتالوجات بتاعتها، وابدا افردها واشوف امكانية التصنيع. وفعلا صنعت نموذج للمعدة، ابتدينا نتواصل مع المزارعين في وادي النقرة وعرضنا وابتدينا نجرب النموذج ده، لقينا فعلا احنا عندنا امكانيه ان احنا ممكن نصنع المعده دي بتكلفه اقل. تواصلت مع شركات في القاهره، مصانع متخصصه، ان احنا ممكن نصنع الاجزاء دي منفرده. يعني انا عندي شركه متخصصه تعمل لي الكونفاير بيلت، السير اللي انا هنقل بيه المنتج للبوكس بتاعي. في شركه تقدر تصنع لي البوكس ده باحترافيه وتصنع لي الشاسيه. في الكاتنج تول والستريبنج تول اللي انا بستخدمهم في الحصاد. فابتدينا نتجمع مع الشركات دي ووصلنا لسعر المعدة 150,000 جنيه. من هنا فكرنا طب احنا ممكن نصنع المعدة دي ونقدم خدمة الحصاد للمزارعين بتكلفة تقريبا تلت تكلفته اللي بيدفعها في العمالة. هو بيدفع تقريبا 3000 جنيه في العمالة، انا هقدم له خدمة الحصاد دي بألف جنيه. ومن هنا ابتدينا تعرفنا على مؤسسة أم حبيبة وحضرنا معاهم دورة الأعمال في ريادة الأعمال، فكانت بصراحة دعم كبير لينا جدا إن احنا عرفنا منها إزاي نعمل بزنس موديل، نعمل خطة العمل، إزاي نعمل البيتشنج، نقف قدام اللجنة ونعرض. فكانوا داعمين لينا جدا، غيروا حياتنا قبل وبعد. حاليا إن شاء الله احنا منتظرين إن احنا عندنا جزء مبلغ من مالي ومحتاجين نكمله عشان نبدأ نصنع أول معدة ونقدم الخدمة فورا لكل المزارعين إن شاء الله. أنا بس رشاد من مشروع مصر الناس. فكرة مصر الناس بدأت إن إحنا لقينا إن الناس تطلب المنتجات التراثية اللي موجودة في مصر المختلفة، بس بسبب سوء التسويق بتاعها فالناس بتقدر تشتريها بسهولة وبعض المسابات. الناس أصلا بتبقى كلها معارض أوفلاين، فلو المعارض القاهرة وإنت في الأقصر مثلا مش هتعرف تشتريها وإنت في أسوان الموضوع هيبقى صعب جدا. فإحنا قررنا إن إحنا نعمل أونلاين جات التراثية الهاند ميد في مصر. احنا بنخدم حاجتين، اول حاجة بنخدم البايع نفسه او المصنع للهاند ميد ان احنا بنوفر له منصة اونلاين يعمل عليها المنتجات بتاعته، وان احنا بنساعده ان هو يصور منتجاته بشكل محترف ويعرضها
يزود دخله بدل ما هو كان بيبيع بس اوفلاين او في المحل بتاعه، وهيقدر يفتح مجال تاني للدخل بتاعه الاونلاين. الناحيه الثانيه بالنسبه للثالث جروب اللي احنا بنستهدفهم او الشريحه اللي بتشتري مننا، فاحنا بنقدم لهم خدمه ان هم يختار شكل تصميم او كستمايز اوردر هو عايز يعمله في الحاجات الرسائل هاند ميد، وان احنا بنوصلها له لغايه البيت عنده، وان هو يقدر يشوف المنتج مش بس صور، يقدر يشوف الفيديو بجوده كويسه عشان يتاكد ان الحاجه دي الكواليتي بتاعتها كويسه، وكمان يبقى الثقه بيننا وبين العميل. احنا بالفعل عندنا زي ام في بي او شكل تركيب للويب سايت بتاعنا، وان شاء الله هنبدا اللانش بتاعنا يعني الاساسي او الرئيسي بدايه فبراير الجاي ان شاء الله. هنعتمد بشكل كبير جدا في التسويق بتاعنا او عرض الخدمات بتاعتنا على الفيديو، علشان نبعد عن فكره الصوره بتتاكد هل هي الصوره حقيقيه او لا، لان بتشوف فيديو في ارض الواقع من الصانع نفسه بيحكي حكايه الصناعه دي وازاي صناعه بعض وانبسط. انا محمد وليد انيس، مهندس مدني اسست شركه سلطه للخضار لتجاره وتوزيع الخضار والفاكهه، ده بعد ظاهره كورونا لما ابتدى الناس تبقى تارجت اكتر ان هي محتاجه شركات ديليفري توصل لها المنتجات اللي هي بتحتاجها بشكل يومي. في شركات كتير شغاله في موضوع الديليفري ده عن طريق المطاعم او السوبر ماركتات او الستورز عامه، لكن مفيش حد بيقدر يقدم الخدمه دي في الخضار والفاكهه الفريش اللي هو احتياج يومي لكل الناس. فكونت كرو، فريق عمل من 2 مهندسين مبرمجين تمام، ومهندس زراعي عشان اقدر اوفر الخامات، ومحاسب، وفريق عمل كامل من عمال وكول سنتر ومناديب. وقدرت بالفعل ان احنا انطلقنا في اول نوفمبر اللي فات، والحمد لله كان مردود عالي جدا، وقدرنا نوصل لارقام ممتازه عن طريق الابلكيشن. عملائنا وصلوا لاكثر من 900 عميل، وعن طريق كول سنتر قدرنا نجمع اكثر من 400 عميل، والطلبات بتاعتنا وصلت لاكثر من 1600 خلال شهر واحد بس. هدفنا ان شاء الله باذن الله في المستقبل ان احنا نتارجت الصعيد كله، نبقى المصدر الرئيسي للخضار والفاكهه، وده على الشورت بلان، وعلى اللونج بلان ان احنا نبقى المصدر الرئيسي للخضار والفاكهه لمصر كلها.